رحب بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد تحياتي لضيفنا العزيز اللي مشرفنا النهاردة، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر، رئيس هيئة وطنية للصحافة. وحديثنا مازال مستمر بخصوص البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام، أهميتها والشغل والإصدارات والكتاب والمقالات وتاريخ وخبرة مهمة وعريقة، وإزاي هترجع مرة تانية الصحافة المصرية للريادة في العالم العربي. بس عايز أول حاجة تضربنا بخطوة، إحنا هنبدأ مع المؤسسات التانية، إحنا قلنا نعمل موديل ناجح وبعدين بس هو ده كان سؤالي، الباقي فين؟ عشان بس الناس ما تمسكش فينا، لكن برضو يعني انا عندي الانفرادات دي في 3-4 مؤسسات، باقي المؤسسات واحنا يعني بدانا مع اخبار جمهوريه بقى وروزا اليوسف، وروزا اليوسف طبعا ثروه يعني الكاريكاتير، المعارف، الحاجات دي، بس بدانا احنا قلنا هنعمل بوابات متخصصه، يعني ما ندخلش بقى نكسر عظم بعض في بوابات متخصصه، دي محطوطه مش عايز اتكلم عنها دلوقتي الا برضو اما تظهر اهل البوابات يعني المتخصصه من كل مؤسسه تاخد افضل ما فيها او اكتر ما يميزها يعني، واعمل بوابه عشان واعمل بوابه كبيره، يبقى انا عندي البصمه بتاعت اللي بتميزني عن الاخرين. ما بقاش طيب يعني مثلا مؤسسه صغيره هتنافس الاهرام ازاي؟ يعني اذا عنده 1700 محرر و18 اصدار وتاريخ وكنوز وبتاع، فمن الظلم ان اعمل بوابه ادخل انطحه يعني، لان احنا كلنا مؤسسات قومية واحده. لكن انت ممكن تتميز في حاجه مش عند الاهرام، ورصدين ده وان شاء الله ربنا يكرم وينفذ. طب الكلام بقى عن دمج مؤسسات صحفيه اصدارات، او يعني انه في خسائر وفي مشكله واصول غير مستغله، فليه موزعين الجهود كده والناتج على الارض لا شيء؟ اقول لحضرتك قضيه الدمج بتثار لإحداث نوع من الغضب عند الصحفيين، يعني يقولوا إيه مثلا على سبيل الحق هيدمجوا دار الهلال في الأهرام، فبتوع دار الهلال يزعلوا، يقول لك لا طيب ده مين اللي هيزعل؟ ده بتوع الأهرام اللي هيزعلوا مش بتوع دار الهلال. ليه بقى؟ لأني أنا ما أقدرش أدمج مؤسسة خاسرة في مؤسسة أخرى فتاخدها وتقع، ودي تجربة الدمج اللي اتعملت قبل كده ندفع ثمنها لحد دلوقتي. الدمج لازم شروطه ان تبقى ما بين مؤسستين ناجحين، يعني مؤسسه معنى مؤسسه عندها اصول في على بعض اضمها لمؤسسه تانية فيبقى في انتفاع، لكن مؤسسه مديونه قد اصولها، طب ما هي المؤسسه الكبيره مش هتقدر تاخدها، يبقى بوقع دي ودي، يبقى لازم اولا إيه؟ ها الخاسر ده واللي ما عندوش اصول هسيبه مكمل بخسارته ولا هعمل فيه ايه؟ ما انا مش قادر ادمجه مع مؤسسه قويه وناجحه. هقول لحضرتك حاجه، يعني تقريبا يعني احنا اول ما تولينا في الهيئه، ودي الاول مره بتحصل يعني في تاريخ الصحافه، عملنا حصر شامل لكل الاصول، كل الاصول في كل المؤسسات، وعرفنا كل مؤسسه اتقدرت بكام يا استاذ كار الاصول؟ يعني لا ده اصول كبيره جدا طبعا، اصول كبيره جدا مليارات، يعني مش عايز اقول، بس هي المشكله الاصول ثلاثه، نقول لك اصول وخسرانين ومديونين للدوله. ما انا عايز اقول ازاي، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني الاصول اللي موجوده في نوعين، في اصول نظيفه ودي يعني ما فيش عليها مشاكل دي نسبه قليله، لكن في اصول مثلا في مشاكل مع الاحياء عليها ضرائب عليها مش عارف ايه ايه ايه، ودي النسبه الغالبه، فانا ناوي اصلح اوقف ده لحد ما ابدا خطه الاصلاح مع وجود جدول زمني محدد التاريخ لسداد الالتزامات، وتبقى المؤسسات قادره على سداده. لكن دلوقتي مثلا مؤسسه اصولها 600 وديونها 600، طب ما انا لو خدت الاصول مقابل الديون ما هي ضاعت، لكن انا خليني المؤسسه دي عندها اصل معين، انا مش عايز اقول اسمه، ممكن خلال 3-4 سنين يجيب فلوس تصرف على الصحافه كلها. يعني يا استاذ كرم بعد ما حصرتوا الاصول في تصور لاستغلالها بقى؟ أيوة ادارتها. ايوه دي برضو بدانا، انا حاسه ان دي برضو بدايه جت، احنا بنتكلم في اطار توجهات رئاسيه ان يتم استغلال الاصول في مشروعات مشتركه بين المؤسسات، او كل مؤسسه يبقى ليها مشروع ذات ميزه نسبيه، مشروعات مشتركه، يعني مش عايز افرض في الامثله، لكن مثلا عندنا مؤسسه عندها 5000 متر 10000 متر في القاهره الجديده، واخده رخصه انها تعمل مدرسه حرفيه، فاحنا قلنا نحول يعني تبقى
خاصة بصناعات الصحافة والطباعة والحاجات دي. تمام. طب امولها منين؟ قلنا ان احنا بنختار، هنعمل صندوق بنحط نظامه الاساسي. وطلبنا من المؤسسات، كل مؤسسة تقول لنا على بعض الاصول اللي عندها اللي تعرضها تسيلها، بشرط ان يكون اصل غير مستغل ومش عليه مشاكل. مفيش عليه مشاكل. وبعدين الفلوس اللي هتتحط تتحط لحساب المؤسسة، لا يصرف منها مليم واحد لا على مرتبات ولا، وإنما يضخ كل المبلغ ده في أصل استثماري في المشروعات. احنا محددين كم مشروع بحيث انه ايه، ان يدر عائد على المؤسسات. حصرنا الأصول اللي تقدمت بها المؤسسات وعملنا تقدير كده في حدود 700-800 مليون جنيه، وعاملين أكتر من الاقتراح لمشروعات يتم الاستثمار فيها. تمام. وحاطين برضو برنامج زمني ده يتنفذ امتى.